يا صباح الفل على احلى بنوته في الدنيا. ايه الصباح الجميل ده؟ مين يا فاتنا؟ سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا ابو فاتنا؟ اهلا يا خميس يا ابني. اهلا اهلا. انا قلت بقى ايه، اجي اصطبح بوش تونه الجميل ده قبل ما اروح اشوف رزقي، قلت اجيب لها بقى الكنافه المحشيه اللي هي بتحبها عشان تذاكري بمزاج وتجيبي اعلى نمر. ايه ده معقول؟ هو انت لسه فاكر ان انا بحب الكنافه؟ امال مش بس الكنافه، ده في كمان بقى ايه، جبت لك القماش ده. بص الحته دي بقى اول ما شفتها قلت دي اتعملت علشانك. تعمليها بقى بلوزه، تعمليها فستان، فانيلا، ستاره لامك. براحتك بقى. المهم يكون يعني ايه ذوقي عجبك. والله دي لونها حلوه قوي. جمالك كترت قوي يا فندينا. اعوذ بالله اعوذ بالله. جمال يا ام فتنة، احنا في بينا جمال؟ امال فين عم زغلول؟ راح يشوف اكل عيشه. مش كنت تقول يا فتنة ما نصحش نخش برضه وراجل البيت مش هنا؟ احنا ولاد بلد ونفهم في الحاجات دي كويس. وانت ازيك يا ام فتنة؟ الحمد لله الحمد لله. طيب استاذن احنا بقى. ما تخليك قاعد شويه. هو ما يصحش نقعد عم زغلول مش هنا. هبقى افوت عليك تاني، بس انا عايزك تذاكري كويس. اعلى نمر. حسن. اعلى نمر. ها؟ والمكتبه دي انا هسمعها لك كلها، كل دي كتب. عايزه حاجه؟ ميرسي. ايه؟ ميرسي. على بنور برضه. قوليها تاني كده. ميرسي. خطيرة خطيرة والله. هنا للزز دلوقتي. السلام عليكم. هاي باي. بقول لك ايه يا ام فتنة؟ نعم. الكنافة دي لفتنة لفتنة. ها؟ وبيسلم لنا على عم زغلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بيت؟ بتضحكي على ايه؟ في شغلانتنا دي مفيش حاجة اسمها حق، إنما في حاجة اسمها مصلحة. اشرب القهوة يا متر. أصل أنا متعود ما اشربش بالنهار، بحافظ على صحتي، وبيقولوا إن القهوة بتنظم ضربات القلب. بس أنا مش ناوي بيع خميس. مين قال نبيعه؟ أنا قلت نبيعه؟ هو قال نبيعه؟ أنت قلت نبيعه؟ احنا مش هنبيعه. انت هتشتري نفسك، هتشوف مصلحتك، هتاخد اللي في اسمك. انت امتى حطيت ايدك في ايد النوم؟ برافو، سؤال مهم وانا متوقعه من محامي شاطر زيك. اسمعني يا متر، انا مع اللي يقبجني ويعرقني. give me money I give you anything. النوح جالي لحد هنا وعرض عليا كتير، ارفض انا؟ هتبطر عن النعمة؟ هخسر كل حاجة وبرضه مش هيسيبني. يا متر، لو حد من الكبار اختارك عشان تبقى معاه لازم تبقى معاه، لأنك لو رفضت ساعتها هيفرمك. احنا غلابة بنلم من تحت رجليهم السبارس. You know سبارس؟ وزي ما قال أفندينا كله شمال. برضه أفندينا لو عارف مش هيسيبني ولا هيسيبك. وإيه اللي هيخلي أفندينا يعرف بحاجة زي كده؟ طول ما احنا ماشيين في الخير خلاص. بس خميس خيره عليا، والعمروتي خيره عليك، والنوح برضه هيبقى خيره عليك. بعدين أنا عايز أسألك سؤال، أنت خرجت خميس من حبل المشنقة ولا لأ؟ خرجته، عمل معاك ايه؟ اداك قرشين زيك زي اقل صبي عندك، وانت خدتهم ورضيت. لولا العمروتي واقف في ظهرك ما كنتش بقيت في العز اللي انت فيه دلوقتي. والبحر يحب الزياده. قول لنوح اللي عايزك. اهلا بيك في العاصمة. ويلكم ان ذا كابيتال.
انا لقيت لك السكه اللي تجيب لك خميس لحد عندك بيضه متقشره تعمل فيه ما بدالك، بس الاول اعرف مكسبك ايه. جرالك يا رمان، هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص اتفقنا، اللي هتطلبيه هتاخديه، بس افهم الاول ايه اللي في دماغك. يا واش يا واش، بالراحه عليا كده، ما تتحمقش قوي. بص يا ابن الناس، اللي هعمله ده هيخسرني خميس العمر كله، وبعد ما كان فيه شويه امل قد كده انه يرجع لي مش هيبقى فيه خالص، يعني بح، وهبقى لوحدي كده عريانه في الطل. عشان كده لازم امن روحي بسفريه بشويه فلوس اي حاجه. عايزه اسافر يا رمانه؟ في مكان انت ترتاح له ويكون ليك عيون فيه، اهو منها شم نفسي شويه ومنها ابقى في امان. ولما تخلص على خميس بقى وتبقى سيد السوق من تاني، تبقى تيجي تشق عليا وتشوف طلباتي. ماشي، انا موافق، بس افهم ايه اللي في دماغك الاول. بيسا جايه دلوقتي. بيسا؟ وايه اللي هيدخل بيسا في حوار زي ده؟ احنا كده نتشم يا اما. بقولك بالراحه ما تتحمقش عليا، اول ما تيجي خش انت جوه واسمع هقول لها ايه. انا مش فاهم انت عايز توصلي لايه. ما انت لما تسمع انا هقول لها ايه هتفهم كل حاجه. اهي جت اهي، يلا خش بسرعه، خش واوعى تعمل اي صوت عشان ما تعرفش ان انت هنا وتهرش. يلا خش بسرعه، خلي اللي في دماغي يظبط. ماشي يا رمانة، اما اشوف اخرتها معاك. بسرعه يلا بسرعه. خير يا ست رمانة؟ سيبتي مفاصل يا اختي. تعالي يا بيسا. عيني. خير؟ انا عايزه اطلب منك خدمه. يا خبر ابيض، ده انت تأمريني يا قبلتي. خميس وحشني موت وهتجنن واكلمه تاني. يا ابله هنعيده من الاول تاني. معلش عشان خاطر قبلتك، اول ما اقولك تبقي تكلميه في التليفون وتقولي له اللي هقولك عليه بالحرف. عيني. حاضر، أمريني حبيبه قبلتك. اول ما شفته قلت ده اتعمل عشان يتلف حوالين الرقبه الزبده دي. يا ابن الايه، بتعرف تاكلني كده ازاي؟ بعدين بقى مش قلنا بقى محدش يحس بحاجه؟ وادي الحصان واقف، حد يشوفنا يسمع حاجه مش طالبه وش. ما انت اللي بتقول كلام يدوخ يخلي الواحده مش حاسه هي فين. تنجزي بقى، انا عايزك تنجزي في الحوار بتاعنا ونخلص عشان نخلع من هنا. وحياتك اللي هجيبها لك خالصه مخلصه. يتوب عليك يا ربنا. ويتوب عليك. شو الخال؟ جيت في وقتك، جيت في وقتك يا خال اهو. يلا اساليه، اساليه اللي كنت بتساليه لي من شويه قبل ما يجي. ولا انت هتيجي من وراه تقولي وتيجي قدامه بقى؟ يلا قولي له. اساله على ايه؟ على ايه؟ اللي كنت بتسأليني عليه من شويه. اخ منكم، اخ منكم، يتوب عليكم ربنا. بالاذن يا خال. اقضي لك اخويا. يا شو، كنت عايز اسال على ايه؟ تعالى عايزك في موضوع مهم.